فعلا كانت رحلة جميلة جدا، استمتعت بها. كانت ملخص ديال هذه الرحلة حيت كانت طويلة جدا، بس الكمبيوتر لم يتمكن من تخزين كل المقاطع، لأن نكتفي بهذه المقاطع جميلة. كي تشوفوا قد وصلنا إلى ميتس بفرنسا. كانت فعلا رحلة ممتعة، ولذلك الحين إن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة من الشاحنات. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.